الحل عن طريق المفاوضات. يلجأ بعض المضطهدين أحياناً في بداية حركتهم الاحتجاجية، لكن غالباً بعد مسار طويل ومؤلم في ضرب الكفاح المسلح، إلى حل تفاوضي كطريق مختصرة للوصول إلى هدفهم. لكن ما هو التفاوض؟ يقول الدكتور عباس عروة من مؤسسة قرطبة والتي تعمل على حل النزاعات: التفاوض آلية من آليات تحويل الخلاف، الهدف منه الوصول إلى اتفاق بين أطراف الخلاف. ويختلف التفاوض عن الحوار الذي هو تحادث يفضي إلى التعارف بين الأطراف. لا شك أن اللجوء إلى المفاوضات له مزايا أخلاقية، فهو يهدف إلى وقف أو تفادي إراقة الدماء وتدمير البلاد وإضعاف المجتمع. لكن إذا كان هذا الحل مرغوبا فيه أخلاقيا، فإنه غير قابل للتحقيق في كل الأحوال. بالنسبة للدكتورة فاليري روزو الباحثة في العلوم السياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة لوفان البلجيكية والخبيرة في مجال التفاوض: بين أهداف أنصار الديكتاتورية وأهداف معارضيها، كيف يمكن الوصول إلى حالة رابح رابح؟ وما هي الصيغة المؤدية إلى ذلك؟ إنها الحالة الأكثر صعوبة والأكثر تعقيداً للوصول إلى صفقة أو اتفاق، وذلك لما وقع من عنف شديد وبسبب آلاف القتلى والمعتقلين والمعذبين والمختطفين. وبالتالي ففي مثل هذا الوضع يصعب على المعارضة الجلوس إلى طاولة التفاوض، والقبول بالتوصل إلى اتفاق قد يفضي إلى العفو في بعض الحالات، وذلك يعني التخلي عن تحقيق العدالة الكاملة. وفي المقابل لدينا السلطة متعودة على كل شيء إلا التفاوض، ويمكن حتى تعريف الدكتاتورية باللا تفاوض. من أجل أن تحقق عملية التفاوض نتائج مقبولة، يجب أن تجتمع عدة شروط. هناك عدة شروط لنجاح أي مفاوضات، تشمل سلوك التفاوض، أي استعداد الأطراف ونظرتها ومقاربتها للتفاوض، وتشمل أيضا مضمون التفاوض، أي المواقف والمصالح والأهداف المطروحة للتفاوض، وتشمل عملية التفاوض، أي كيفية التفاوض ومن يشارك فيه وبرعاية من. ولكن يبقى أهم شرط لنجاح التفاوض هو التكافؤ، أي توفر النية الحسنة والإرادة القوية والجاهزية الفعلية لدى جميع الأطراف. ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان هناك شيء من توازن القوى، وإذا شعرت جميع الأطراف بترابط مصالحها وبكون بعض المصالح الذاتية لا يمكن تحقيقها إلا بواسطة التفاوض. بمعنى أنه أي أفضل بديل لاتفاق تفاوضي يمكن التفكير فيه، وهنا أعني بأفضل بديل لاتفاق تفاوضي هو ما يطلق عليه بالإنجليزي the best alternative to negotiated agreement، يعني باتنا، ليست مدينة باتنا بطبيعة الحال. إذن أي باتنا يكون أسوأ مما يمكن أن يفضي إليه التفاوض. إن أكبر صعوبة في أي مفاوضات بين المعارضة والديكتاتورية تتعلق بعدم توازن القوة بينهما. إذا كنا في حالة لا تماثل جذري بين الأطراف، وكانت للسلطة كل القوة وجميع وسائل القمع وآليات اتخاذ القرار الممكنة، بينما في مقابل ذلك نجد وجه أو اثنين من الشخصيات الرمزية، ففي هذه الحالة لا يمكن القيام بأي تفاوض. يجب أن يكون حد أدنى من الترابط في إدراك الفاعلين. أما الإشكال الثاني فهو كون الهدف من تواني الدكتاتورية في مباشرة المفاوضات هو الحصول على مكاسب تكتيكية مثل ربح الوقت، واستراتيجية مثل استسلام المعارضة
أو التأثير على الرأي الدولي. يجب التمييز بين المفاوضات السورية الزائفة ومسار التفاوض الحقيقي. يمكن لعملية تفاوض زائفة أن تكون خطة لإحراز تقدم في الميدان، ففي كل مرة يكون فيها المعارضون على طاولة المفاوضات فهم بذلك منشغلون عن السعي للسيطرة على المدن ولتقوية أنفسهم، وبناء عليه يمكن أن يكون التفاوض تكتيكاً لا يتماشى إطلاقاً مع أدنى انفتاح. بالعكس، قد يكون أحسن طريقة لمحاربة العدو هي دعوته لطاولة المفاوضات، وهذا أمر وارد جداً. يمكن للتفاوض أيضاً أن يكون شكلاً من الخطاب الموجه للرأي الدولي، حيث يصرح النظام الدكتاتوري بأن كل شيء على ما يرام وأن طاولة المفاوضات مفتوحة، مع العلم مسبقاً أن هذا النظام لن يتنازل عن شيء، وإذا قبل بالتنازل عن شيء فإنه لا يفي بوعده ولا يقوم بتنفيذ ذلك على أرض الواقع. إذن نحن في حالة تفاوض سوري زائف. الحالة الفلسطينية مثال جيد لعدم التماثل والتكافؤ بين الأطراف واختلال ميزان القوة بينها. فمن جهة هناك جانب إسرائيلي متعنت ومتغطرس بقوته العسكرية والسياسية والدبلوماسية، ومن جهة أخرى جانب فلسطيني مشتت ومستضعف سياسيا وعسكريا. والحالة الفلسطينية أيضا مثال جيد لاستعمال التفاوض لأغراض استراتيجية وتكتيكية. فالجانب الإسرائيلي ليس في حاجة إلى التفاوض لتحقيق مصالحه، وما لديه من بدائل أو من باتنا من بدائل اتفاق تفاوضي يغنيه عن التفاوض، وهو إذن يستعمل التفاوض لكسب الوقت من أجل تغيير الواقع على الأرض، ويقوم بتوظيف التفاوض كغطاء لعملية تهويد المعالم الفلسطينية ووضع العالم أمام الأمر الواقع. يجب إذن النظر في الحالة التي تعنينا بالضبط، وتحديد ما إذا كنا أمام ديكتاتور من شاكلة هتلر لا يمكن التفاوض معه لأنه سيكون دائماً تفاوضاً سورياً، أم في حالة شبيهة بحالة مانديلا مع الدكتاتور دو كلارك حيث كان من المجدي التفاوض معه. إن حالة جنوب إفريقيا تبين أن التفاوض بين نظام قمعي وحركة مقاومة يمكن أن يفضي إلى حل توافقي حتى وإن كانت الرهانات أساسية. تزامن الضغط الخارجي والضغط الداخلي مع سقوط جدار برلين الذي غير كل التوازنات، وأحدث ذلك ما كان يسمى في مجال التفاوض في اليونان القديمة بالكايروس، أي الفرصة السانحة، وحدث حينئذ التغيير. لقد سخر الله في كلا الطرفين النظام والمعارضة قائدين كانا يحظيان بالشرعية لدى أنصارهما، وكان على وعي تام بأنهما وإن لم يكونا يقدران بعضهما البعض ويثقان في بعضهما البعض، إلا أن كلا منهما كان يحتاج إلى الآخر. إنه الشعور بالترابط، أي الوعي بأنه لا يمكن الوصول إلى نتيجة بدون الآخر. فكانت المعارضة الجنوب إفريقية على وعي تام بحاجتها إلى النخبة من البيض، إذ لم تكن هنالك بعد نخبة جاهزة اقتصاديا وسياسيا لدى السكان السود. أما البيض فقد فطنوا إلى أنهم لا يمكنهم الخروج من المأزق إذا لم تتم عملية تفاوض. كان البديل هو حمام من الدماء. تبقى حالة جنوب إفريقيا للأسف الاستثناء الذي يؤكد القاعدة التي تقول بأن الدكتاتوريات عادة ما تلجأ إلى التفاوض من أجل مصالح تكتيكية، من ربح للوقت وتجميع للمعلومات عن الخصم، أو من أجل مكتسبات استراتيجية مثل إخضاع المعارضة. وفي العالم العربي لا توجد حالة توضح هذه الحقيقة أفضل من الحالة الجزائرية. الحالة الجزائرية أيضا جديرة بالاعتبار، فمنذ انقلاب 92 أجهضت كل فرص التفاوض في الجزائر، ومنذ وقت مبكر أي في 93-94 وإلى غاية 97-98
قام جناح من النظام الجزائري يسمى بالجناح الحواري والممثل بالجنرال الرئيس اليمين زروال، قام بمبادرات للتفاوض أطلق عليها اسم الحوار الوطني، لكنها لم تكلل بالنجاح، وذلك لعدة أسباب. منها أولاً إصرار النظام على أن يحدد وحده شروط التفاوض ومن يشارك فيه. ثانياً انعدام الشفافية أمام المواطنين وإقصاء فئات واسعة من المجتمع. الأمر الثالث هو موقف الجناح الاستئصالي للنظام الرافض لأي حوار أو تفاوض، والذي كان يلجأ عند كل مبادرة تفاوض إلى التصعيد القمعي، بل حتى إلى ارتكاب مجازر في حق المدنيين العزل بهدف تعفين الأجواء السياسية والأمنية. وهذا بالضبط ما دفع اليمين زروال إلى الإعلان عن انسحابه من منصب الرئاسة في سبتمبر 98. في نفس الوقت كانت مديرية الاستخبارات والأمن تتفاوض مع الجيش الإسلامي للإنقاذ، وأفضت تلك المفاوضات إلى هدنة من طرف واحد وإلى قانون ما سمي بالوئام المدني، الذي تطور فيما بعد إلى قانون ما سمي بميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ويعتبر هذا المسار في الواقع يعتبر تهميش للقوى السياسية والمجتمع المدني وهي الأطراف المؤهلة للتفاوض، ويعتبر تكريسا لهيمنة العسكري على السياسي في الجزائر. تجدر الإشارة أيضا إلى مبادرة منظمة سانتيجيديو لتسهيل التفاوض بين أطراف الخلاف في الجزائر، لكن النظام الجزائري لم يقبل بهذه المبادرة ووصفها باللا حدث، ورفضها جملة وتفصيلا على حد تعبير الناطق باسم الحكومة آنذاك أحمد عطاف. لكن ماذا كانت نتيجة هذا التعنت؟ النتيجة للأسف هي أن حصيلة القمع وإرهاب الدولة والعنف المضاد ارتفعت من ما يقارب 30,000 في بداية 95 إلى ما يقارب 250,000، أي تضاعفت 10 مرات تقريبا. ولا شك أن كل من ساهم في رفض مبادرة سانتيجيديو يتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية عن هذا الكم الهائل من الضحايا.